وعادي يعني راه بالعكس خاص يوليو عزازين عليك دوك الناس لو يتولي بحالهم. المهم ريح مع دوك الناس دوز معنا 3 ايام تما في الخميسات مشى فحالو كلشي مشى فحالو. من وراها بشي شهرين 3 شهور كيدوي معايا تيدوي معايا فيديو كول قال لي اخويا السيمورا وليت كندير 30000 دولار في الشهر يعني من 3000 ل 30000 دولار في الشهر. وانما السؤال الصحيح اللي خاصك تطرح هو كيفاش داروا ليها خوتنا هادو؟ علاش حتى حنا ما نقدروش نديروها؟ وعلاش دخلنا جيب الباكي ب 10.06 وعلاش دخلنا يجي حيا باير قباس؟ وعلاش دخلنا الشقر هذا باهر امام الدشام؟ وعلاش هاد السيمولايف هذا باهر سوز اوفيسي؟ الوالد ديالي كان في العسكر كان تيشد شي 1000 وشي حاجه ديال الدرهم ملي شد التقاعد خرج ب 5000 درهم يعني في اخر ايام حياته تيشد 5000 درهم. يعني علاش هاد الناس داروها؟ هادو هما الاسئله اللي خاص الواحد يطرح. علاش هاد الناس داروها؟ علاش انا ما نقدرش نديرها؟ اشنو داروا؟ اشنو اللي داروا؟ اشنو اللي عندهم ما عنديش انا؟ بدايه بعد السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا خلال هذا البث المباشر رفقه جديد في البيزنس اللي هو حنا خاشو شو بالرجل والله حنا ناس دراوش فهمتي ناس دراوش ما علاش جديد لا كتقول لي كاع بعض المرات كتكتب لي اسد ديال البيزنس الله يرحم لك الوالدين بلا دوك بلا دوك الارقام حنا ناس دراوش وعلى قد الحال وبخير ولله الحمد فهمتي صافا صافا. ولكن شوف الانسان كلما ازداد علما وثقافه ومعرفه كيزداد تواضع. راه كاين الان اللي بغى غير الاسماء قول لي في الدومين ديال ربما الدومين ديال البيزنس ما ماشي بحال الفن بحال دوك الاسماء ديال عندليب وداك الشيء ما كاينش الدومين ديال البيزنس فيه شو اخي الدومين ديال البيزنس الرجل الاسماء هما الفلوس هو الدولار والله وشحال من دولار شحال ديال النيتورك فهمتي بالرجوله. اما الاسماء يقدر شي واحد نبقاو نسميه ونعيو ونسميه ونعيو فهمتي البيزنس از بيزنس انت راه في الاخر ما يمكنش نجيو شي واحد نقولوا هذا راه تيطير في البيزنس وهو تيدير واحد في الاخر العام كتلقاه دار واحد 10000 دولار حشومه كاع انت واخا نلقبوه باش ما لقبناه كتبقى 10000 دولار وكيبقى واقف بالنسبه للسوق ماشي والو بالنسبه لي انا حقاش انا غادي نحترمو انا شخصيا كنحترم خونا اللي كيدير 100 دولار وكنحترم خونا اللي كيدير 60 دولار ما كنحترمش انا خونا اللي ما كيدير والو اما ما حدو كيدير شي حاجه كنحترمو غير هو فهمتي دونت لك عاوتاني كنجيو ان ملي كنقولوا اللقطه ديال الارقام هي اللي كتحدد كل واحد فين كاين هي منافسه شريفه فهمتي يعني صبر تيصوني تيقول لي خصك تنعس هاي خصك تنعس ما بعد ما غيرت هادشي اللي قيس دابا ماشي وقيت النعاس اليوم عندنا اللايف صح هادشي اللي كاين با مصطفى. نعم فقط نذكر الناس قول لي علاش درتوا الربعه ديال العشيه؟ الا ما درنا الربعه ديال العشيه راه غي السيمو غيدخل عنده ماشي غير الاثنين ثلاث الا درنا في 8 هاد الخطا ديال اللي كنا كنديرو غيدخل عنده ثلاث لانه فارق ديال الوقت كاين 6 سوايع الفرق زدتو دابا ساعه ياك زدنا ساعة دابا يمكن ساعة 4 ل 10 صايي على حقيتاش 6 سوايع ديال الفرق وانا راه ديجا ديال الساعة باش كنعس لا الاخوان كنعتذروا درنا 4 انا ما كنكرهش ندير شي لايف حتى 9 د المغرب لان ملي كتجي كتشوف داك الشارت ديال انستغرام الناس انت كيكونوا مكونيكتين بزاف كيكونوا مكونيكتين مع 9 د ليلة المغرب ما كرهناش نديروا اللايف مع 9 د ليلة المغرب وكان تكون عندي 3 د الصباح 3 د الصباح انا كتلقاني ضايع فقط نذكروا الناس ان شاء الله من خلال هذا المباشر غنتحدثوا على المايند سيت وغنتحدثوا على الاسئله الخاصه بالدومين ولكن الاهم هو المايند سيت لانه الامور ديال الدومين راه فيما مشيت غتلقاها تدخل اليوتيوب غتلقاها ولكن ان شاء الله سيمو لايف هذا اللايف هذا غيعطينا شي امور ربما تقدروا لاول مره تسمعوا منه ولا لاول مره يعني يتم مشاركه المعلومات هذو خصوصا في بعض الاسئله ان شاء الله اللي غيكون لايف كله استفاده وكيف ما تعودنا دائما ان شاء الله كاين استفاده من فمك الله بونس يا ربي ان شاء الله هادشي اللي نتمناو شكرا نبداو بزاف ديال الناس ربما قبل ما كيبدا السؤال هنا وصلني بزاف بعض الناس كيبغي يبداو كيقول لك راني كنفكر نبدا غنبدا قريب وقت ما تلاقيت يقول لك راه غنبدا غدا وراه خاصني ربما هذا كيتعلق بتحديد الاولويات ربما عند هذاك الشخص اللي اصلا انت شنو باغي شنو باغي
وما اخي هاد النوعيه هادي هي اللي كثيره وماشي زعما اللومو وانما حتى هو مسكين فهمتي هي ضحيه ديال واحد الحاجه ما عارفهاش داج يعني فهمتي الضحيه ديال العقل ديالو ضحيه داكشي اللي عاش قبل وضحيه ديال الوالدين ديالو المجتمع كلشي وانما في الاخر هو اللي دارها الراس شي حاجه يقول لك انا ضحيه ديال المجتمع دونك انا راه ماشي انا هو المشكل يعني كبرنا صافي كبرنا تبرمجنا تدير شي حوايج يوميا وما عارفش علاش كديرهم تتنوض كتحل شي مواقع تافهه كتفرج فيهم كتحل شي يوتيوب تافه كتفرج فيه كتحل اي حاجه تافهه كدوز نهار كترجع كتنعس كتنوض عاوتاني الغد ليه كتعاود نفس السايكل راه الا شد شي واحد يدفطار وستيلو كتب داكشي اللي دار اليوم وداكشي اللي دار غدا اجي بدا يعيق غيبدا يفيق يقول ويلي واش انا غادي ندوز حياتي هادكشي اللي كدير اليوم وغدا وتلقاه تيديرو بعد غدا كيريح في القهوه مع العشران ويرجع للدار يرجع يخرج من الخدمه يريح في القهوه مع العشران يرجع للدار وتيقول لك انا راه ما عرفتش علاش ما بغيتش تبدل وراه خاص تبدلي شي حاجه في داك النهار ديالك خاص تبدلي شي حاجه في داك النهار ديالك وبيان سور ما كاينش ديك التبديله اللي كلشي كيقلب عليها ديك التبديله السحريه يعني فهمتي ديك التبديله ديال ديرها هكا غادي تنوض لغد ليه واحد اخر واعر ما كايناش واخا الا يقدر تبدل النهار بحال هكا ولكن غدا ترجع للحياه ديالك الطبيعيه ولكن وهذه راه الحمد لله راه ميزه يعني على حقيقه انسان اللي واعر غادي في حياته مزيان واخا كيخرمز شي نهار يومين كيرجع لحياته الطبيعيه كيبقى انسان واعر غادي عنده واحد الديلي روتين عنده يعني حتى هو ما كيمكنش يخرمز حياته في نهار على الانسان انا تيبان لي خاصو يجي يبقى بعدا يدير حاجه وحده خايبه كل نهار ويزيد حاجه وحده زوينه في الشهر الا زاد حاجه وحده زوينه في الشهر بعد عام تلقى عنده واحد 12 حاجه زوينه وحيد واحد الحاجه خايبه كل نهار ولا حاجه خايبه كل سيمانه طريحها في راس الدرب ما عندي ما ندير بها بروجي بقى تسول راسك الافعال ديالك واش مسلكينك ما مسلكينش واش طريحها في راس الدرب نافعاني كتدخل ليا الريال من الاخر ولا لا حيد هاد الطريحه مع داك خونا كتدخل ليا الريال ولا لا حيد الا ما كانش كتدخل الريال واش كنستافد منه شي حاجه ايجابيه واش ملي كنسالي معاه الهضره كنسالي معاه الهضره كنكون اني انسان زوين في حياتي ولا هي كنمشي كنريح مات يقول لي مات والبلاد مات والوقت مات وكذا وكنتحبط هاد النوعيه تاع هي هادي تبدا تحيدو وتبدا تحسن وبلوس حاجه اخرى راه الناس اللي موقفه راه هادشي حنا باقي كندوي واللي موقفه هو العقل ديالو ملي خصو يبقى يحيد هادشي كامل راه كاينين في العقل على حقيقه راه الفيل فيل كفيل فيل كبير تيكون صغيور مسكين من الله كيتزاد كيركبوا له واحد الرعيبه في رجليه كيجي كيبغي يهرب كتضبروا في رجليه تيجي بغي يهرب كتضبروا في رجليه صافي تيولي كيتقصح تيولي جالس بلاصتو ما كيبغيش يهرب واخا كيكبر واخا تيولي تيكبر وتيولي قد واحد اربعه ديال الكاتكاطات الا استفناهم تيولي قدهم وتيركبوا له ديك اللعيبه صغيوره في رجليه وتيقول له بلا ما نهرب راه غادي يضرني ويا راه ما بقاتش قادره باش تضرو على حقيقه هو راه ولا كبير راه يقدر يجر هاديك ويجر دار يريبه يضرب دار يريبه لانه ولا كبر ولكن هو باقي في ديك القصص القدام ديال ما عندي ما ندير وانا يا راهي واخا نبغي نبدا ما ندير والو واخا ان شاء الله وهاديك واخا ان شاء الله واخا ان شاء الله واخا ان شاء الله والسنين كدوز كيديروا وراه كاين دراري بداو شي حوايج بساط فهمتي راه علاش نقول للناس ما تبقاش تعقدوها ما تبقاش تعقدوها بزاف راه الناس داروا شي حاجه بسيطه راه ما دار والو مشى غير تفرج شي فيديو تاع فيسبوك عاد وطبقوا جاتو بيعه وبدا كيبدل حياته شويه بشويه بشويه ما بقاش تفكر كيفاش ندير 100 بيعه كيفاش ندير 1000 بيعه كيفاش ندير مليون دولار ما خصك لا كيفاش دير 1000 بيعه لا 100 بيعه لا مليون دولار لا كيفاش طايري تيم لا الكول سنتر خص الواحد يمشي يدير غير واحد الاد واحد اد واحد ويجيب ليه بيعه وحده ملي يجيب بيعه تما كتبدا الحياه غادي يفكر يجيب جوج بيعات اما الا ما تعلمتيش تقاد فيديو وتمونطي وكيفاش تقاد فيسبوك اد وكيفاش تقاد ستور وكيفاش داك ستور دير ليه الاشهار فيسبوك اد ويجي داك الفيزيتور ويشري يبيع ما غادي دير والو الدراري كيبقاو كيتخايلوا اصاحبي كيبقى كيتخايل راه باين المليون في الدولار صعيب انا بيان سور صعيب لان ما عندكش داكشي اللي غادي يجيب المليون ديال الدولار باقي ما عندكش ولكن الا كنت قدرتي تجيبي مبيعه غادي يبدا عقلك يفكر بواحد الطريقه مختلفه ديك السعاده تبدا تعرف كيفاش نيت ديال بصح نعم ربما هذا واحد السؤال كيطرح يعني في القضيه هذه ربما كتغطرحه من بعد ولكن بما انك طرحت هذه ديال المبيعات كاين شخص هاد كاين هاد الناس اللي كيبداو بهذا الشكل هذا لكن ربما نخلي هذا السؤال من بعد نخليه من بعد نشوفوا دابا لا توكل على الله توكل على الله شنو شخص كيبدا وكيرتبط بشي عدد ديال المبيعات كيرتبط بعدد ديال المبيعات مثلا وصل 30 مبيعه كيقول انا 30 مبيعه رايت تا هو هذا هو الشخص الاولاني
نسخة متطورة. هذا نسخة متطورة ديال البوكيمون الأولاني. تا دكتور وكنعرف منهم بزاف. علاش؟ لأنه تيريح مع تا هذا تيريح باقي كيريح مع الناس الغلط، وباقي الناس اللي كيانسبيريو الناس الغلط. دابا أصلا تتلقى مثلا دوك الناس اللي تجي انسبيريو تيجيو مرات تيقول لك هذاك فلان تيعيق علينا، هذاك كذا، لأنه أصلا هو باغي شي واحد يجي انسبيريو في حدود العقلية ديالو، ديال 30 مبيعة في النهار، 10 المبيعات في النهار. ما باغيش يكبر العقليه ديالو. على حقيقه اشنو هي كاين واحد الحاجه اللي كتاثر بزاف شحال ديال المبيعات كتير وشحال ديال الفلوس كتير، هو الايمان ديالك والمعتقد ديالك. الا كنتي انت ما قادرش تامن باللي انت تقدر دير مليار في الاخر العام، ما يمكنش ديرو. الا ما كنتي انت ما امنش انك في الاخر ديال الشهر تقدر تخلي واحد 1000 درهم عندك، ما يمكنش ديرها. الا ما كنتيش انت امن انك في الاخر ديال الشهر تقدر تشري واحد 20000 درهم، راه ما يمكنش ديرها. ما يمكنش تكون خدام وتقول اه الله والله يا شاط لي 20000 درهم، ما عمرها طرات في التاريخ، ما عمرها ما هذه الطره. خاص حتى انت تامن عاد تولي خدام عليها عاد كتوصل لها. والدراري باش مامنين، الدراري مامنين باللي انا بارك عليا 5000 درهم، الا جيت حسبات لقاها هي 10 المبيعات 30 مبيعه، بارك عليا 10000 درهم، انا راني جن. 10000 درهم في المغرب راك جن، يعني راك كطيره، راك انجينيور. يعني كيدخل ديك 10000 درهم 30 مبيعه في النهار تيقول صافي انا راني واعر بركه خليني هنايا. وهذا الشيء حنا ترجعوا ثاني لذاك الايمان ديال الواحد باش مامن. وتتبان 30 مبيعه بركه، ولكن كون جات تلاقى مع شي ناس اللي تجي يقول 30 مبيعه حشومه كاع، ولا اصلا ما يدويش معاه ما تيعبروا. وكاين كاين كاين ديكا يعني اللي عشتهم، ما عرفتش كتعرفوا واحد الدري سميتو ابراهيم غلاب، الله يكسر. المهم تاهو ديال كيعرفوا يجي حنا كيعرفوا الدراري. المهم الدراري هذا كان حضر معنا واحد الماستر مايند في الخميسات، كنا جبنا غير خمسه ديال الدراري اللي كيديروا دي شيفر، ما هما كبار ما هما صغار. الدراري هذا كيدير 3000 دولار في الشهر، كيدخل 3000 دولار جالس في اكادير، تاهو ولد اكادير عايش تما في اكادير، كاع اللي دايرين به تيقولوا ليه انت هو السبع ديال اكادير، انت هو الواعر، فهمتي؟ وليت الريح ما تيسبق ليه، تيقول ليه انت معلم. صافي الدري ما عمره تيفكر يزيد، صافي الدري عاش سنوات وهو كيدير 3000 دولار في الشهر، 3000 3000 3000. واحد النهار تشارك في الماستر مايند، بان ليا الدري مسكين تيضرب خل 3000 كذا، بان ليا فيه الطو ديال بصح، بان ليا الدري واعي. قلت صافي شوف هاد الدري هذا دو معاه قولوا ليه يجي. جا ريح، جا ما دواش ذاك الماستر مايند، ما والو، ما عرفش دوا مع الدراري الاخرين شي حاجه. ولكن ملي جا ريح الطبله الاخرى كاع دوك 60 الباقيين، كاين اللي كيدوب 50000 دولار في النهار، كاين اللي كيدوب 10000 دولار في النهار، كاين اللي كيدوب 20000 دولار في النهار. المهم هو حس بان ديك 3000 دولار في الشهر خاصك تمشي تخبى الرجوله هكا، فهمت؟ حسا ماشي يعني تنحتقروا الواحد، وانما المهم ان راه كاين ناس كتشيفري في البيزنس وعادي، يعني راه بالعكس خاص يوليو عزازين عليك دوك الناس لو يتولي بحالهم. المهم ريح مع دوك الناس، دوز معنا 3 ايام تما في الخميسات، مشى فحالو كلشي مشى فحالو. من وراء بشي شهرين 3 شهور كيدوي معايا فيديو كول، قال لي اخويا السيمو راه وليت كندير 30000 دولار في الشهر، يعني من 3000 ل 30000 دولار في الشهر. اشنو هو الفرق؟ راه ما بدل حتى حاجه. قلت له شنو الفرق فين كيبان لك؟ هو يقول لك صراحه ملي جيت للخميسات وجلست مع الدراري في ذاك الماستر مايند اللي كنت عارض بزاف ديال الدراري انترنت ماركتر كيشيفريو، ملي جلست حسيت شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت علاش هادو كيشيفريو وانا ما نشيفريش؟ علاش انا حاصل راسي في تيك 3000 دولار في الشهر؟ لان الناس في اكادير كانوا كيشجعوه، كما انا ملي كنت عايش في دوار زيكي كنت كندير غير 10000 درهم 20000 درهم من عاد السانس، وكانوا كيقولوا لي انت هو النابغ، يو ار ذا بوس. كان اصلا كيسميوني تيقول لي داك الدري راه خدام مع جوجل هاكا، يعني فهمتي؟ حتى انا كنت حاسس براسي، يعني كان كيصحاب لي طراسي راه خدام مع جوجل، وانا راني كنت كنكذب على راسي. فهمتي؟ تيقول لهم هذاك الدري خدام مع جوجل، وكان كيصحابني راسي انا راني شي انجينيور واعر خدام مع جوجل، ويا راه والو راه على حقيتاش انا كان المحيط ديالي ما كيسمحش ليا اني نشوف واحد الناس اخرين. من بعد ملي شفت ناس اخرين ودابا راه عطاهم الله في الويب، هي ما تبقاش الواحد ما ياخذش ديك الحساسيه. على حقيتاش دابا ملي كيجي مثلا انايا ايجيح يا شي واحد اخر، الدراري تدوي على الدراري اللي داروا المليون الدولار جوج ثلاثه وغادي الله يستر لهم. تا هو كان معنا داز معنا من الله يبارك المبارك يدهيه اللهم بارك. ملي تيشوفوا من واحد خاص يفكر كيفاش داروا ليها وكيفاش نقدر حتى انا نديرها، ما يبقاش يقول هادو راه تيعيقوا علينا. على حقيقتاش ملي كتقول انا كتجي مثلا واحد تيتفرج فيا وتيجي تيقول اه تتعيق علينا،
ما درتش ليا والو، انا باقي جالس بلاصتي، ما تبدلش حتى شي حاجه، ما تزادني درهم في الكونت، ما تنقص درهم في الكونت. ولكن المشكله اللي انا خايف عليك منها هي انت دمرتي راسك، لان راسك تجيبوا لها دونك هذوك شي وحدين خايبين، دونك ما خصنيش نولي بحالهم، دونك ما عندي ما ندير بهم، دونك انايا صايتي ولي كيسب. ما قلتيش كيفاش داروا لي هاد خوتنا هادو ندير انا احسن منه، لان الكاليتي ديال الحياه اللي كتعيش هي الكاليتي ديال السؤال اللي كطرح. لاحظتش كاين خونا اللي تيقول كيفاش نشيط خبزه في الاخر الشهر، وكاين خونا اللي تيقول كيفاش نشيط 100 درهم في الاخر الشهر، وكاين خونا اللي تيقول كيفاش نشيط مليار في الاخر الشهر، وكاين خونا اللي تيقول يعني السؤال اللي كطرح هو هادوك تيعيقوا علينا ما عندي ما ندير بهم، هادو كذابه، هادو نصابه، هادو كذا. وانما السؤال الصحيح اللي خاصك تطرح هو كيفاش داروا لي هاد خوتنا هادو، علاش حتى حنا ما نقدروش نديروها، وعلاش هاد خونا جيب الباكي ب 10.06، وعلاش هاد خونا يجي حيا باير قباس، وعلاش هاد خونا الشقر هذا باهر امام الشام، وعلاش هاد السيمو لايف هذا باهر سوز اوفيسي. الوالد ديالي كان في العسكر كان تيشد شي 1000 وشي حاجه ديال الدرهم، ملي شد التقاعد خرج ب 5000 درهم، يعني في اخر ايام حياته تيشد 5000 درهم. يعني علاش هاد الناس داروها؟ هادو هما الاسئله اللي خاص الواحد يطرح. علاش هاد الناس داروها؟ علاش انا ما نقدرش نديرها؟ اشنو داروا؟ اشنو اللي داروا؟ اشنو اللي عندهم ما عنديش انايا؟ هادو هما الاسئله اللي خاص الواحد يطرح. ولكن في الثقافه ديالنا ماشي عيب تبقى لواحد ديما تيسبق دوك الاحكام المسبقه. اخونا ديز كات كات شفار، خونا ديز مرسيدس كحله شي سياسي نصاب، خونا كذا كذا لابس كوستيم وكرافاطه باقي صغير ولد شفار، كبير شفار، ما خدامش اللي كتجي. على حقيقة هذاك خونا اللي قلتي عليه شفار باقي عايش الحياه ديالو، باقي عايش بخير، ما تبدل حتى شي حاجه. ولكن الاشكاليه اللي طرات هي واحد الشاب مغربي دمر راسو بهاد الهضره هادي، شفتي خونا دايز قلتي عليه شفار. ولكن السؤال كون طرح شي سؤال اخر ديال شكون هاد خونا هذا، اشنو دار في حياته، اشنو نقدروا نديروا. سي محمد اسمح لي نقاطعك في هادي، ربما هنا فاش كاين الاهميه ديال الاسبيراسيون، على تاسبيرا واحد الشخص على تموتيفا منه، هذا هو بالضبط في هذه النقطه هذه. يعني الشخص تشوفه انت مثلا هذاك السيد اللي قلنا غادي بالطوموبيله كحله ولا لابس دافيل، ماشي تموتيفا منه باش نسبه ولا باش نكريتيك، انت انسبيرا منه. كاين في حوايج الموتيفاسيون شي حاجه زوينه، هي المشكل الموتيفاسيون بزاف ديال الدراري موتيفاسيون ما كدومش. يعني قدر دابا تموتيفا نقول غدا غادي نشوف شي خونا كيتريني، نقول غدا حتى انا غادي نمشي نترين. المشكله ديك الموتيفاسيون ما كتبقاش اكثر من 4 السوايع الماكسيموم نهار، وبعد غدا ما تبقاش الموتيفاسيون، والدراري كيبقاو كيتسناو داك الشيء، كيتسناو داك الشعور الزوين ديما يبقى عندهم باش يمشيو يتحركوا يديروا شي حاجه. هو داك الشعور الزوين راه ما كاينش، راه ما كنحسو انا شخصيا ما شحال هادي ما حسيتوش. اخر مره نقول لك كنت عاز حسيتو، كنت عاز شي فلوس كنحسبهم وتموتيفيت. موتيفاسيون اشنو قلتي ليا؟ الموتيفاسيون بالفلوس بالموني بالدولار. وماشي زعما تموتيفيت بقيت موتيفي شهر، تموتيفيتي شي سويعات قلال ومشات الموتيفاسيون. غير هو كتبقى حاطو واحد البروغرام ديال كتقول خصني ندير هاد الخدمه فعلا، كتمشي ديرها وبعد الغد ليه كتمشي ديرها وبعد الغد ليه كتمشي ديرها، وداك الشيء هو اللي كيبان، تيبان شويه على شويه كيبدا يبان الفرق في حياتك. اي راه غير شويه على شويه كيبدا يبان الفرق في حياتك. كما الواحد كتلقاه خبير في الجلسه في القهوه، غير لانه كل نهار تيريح في القهوه. انا اني مشيت نريح في القهوه تيجيني الضيق كنوض في حالي ما كنقدرش. هو كتلقى عزيزه عليه ديك الطريحه مع الجماعه مع كذا، يقدر يضرب 12 ساعه في القهوه، انا ما نقدرش، نقدر نضرب 16 ساعه مريح في كرسي ما نوضش في البيرو بيان سور، ولكن ما نقدرش نديرها في القهوه. هي عادات كما تعود تطريح 6 سوايع في القهوه ما تنوضش، كتجلس تدو مع العشره، انا نقدر تربط 6 سوايع في البيرو. غير النهار الاول جيت ريحتي ربع ساعه من وراها تولي ساعه من وراها كذا، نفس القضيه ديال الديره مع الخدمه. رجعوا للموتيفاسيون والانسبيراسيون، موتيفاسيون واخا شي حاجه زوينه ما راه ما كدومش، وبزاف ديال الدراري كيتسناو شي حاجه تموتيفيهم. والموتيفاسيون اللي تدوم لك يقدر تكون هي شي حاجه طرات في حياتك الاكثريه خايبه، فهمتي الاكثريه خايبه. انا كنعرف واحد بلا طبيب لان مو مات في واحد العمليه جراحيه وشك في الاطباء ما داروش خدمتهم وكره الاطباء وقال بربي حتى نولي طبيب باش نفهم شنو طال امي وانا ما نخليش عباد الله يموتوا. هذا ولا طبيب يعني يقدر بحال هكا. انا فهمتي دازت ظروف في حياتي اللي العائلة ديالي تحنسلو في الفلوس، ودار الضريبة ضغطات على جدة باش تبيع واحد الدار وكذا، وتعقدت من الفلوس وقلت بالرب حتى ندير هاد الفلوس هادو.
يعني الواحد خاص يكون عنده شي دافع، يقدر هذا يكون موتيفاسيون، وكاين برا كاع شي كاين الانسبيراسيون، كاين الناس حسن لي انا من الموتيفاسيون. انا شخصيا كاين الناس كي موتيفي تي موتيفيوني، مثلا واحد السيد سميتو جيان لوكا فاتشي كنشوفو نسكرو ليه هكا في الانستغرام مره مره يطلع ليا، كاين واحد مانيخوس بين ميريكاني، كاين بزاف ديال الناس كيانسبيريون، كيانسبيريك هو كيوريك واحد الليفل في الحياه اللي انت باقي ماشي فيه، وبما انك كتشوف داك الليفل في الحياه كتقول راه انا واحد النهار راه ممكن نولي فيه، وماشي ممكن ان شاء الله بالخدمه ديالي والله راه ما تيضيعش. دابا هذا هو الاشكاليه اللي كنلقى مع الشباب المغربي، هو هذا ان شاء الله ما مسلكاش، لانك برناد ان شاء الله هي شي واحد بغى يسطرك كتجي عندي كتقول لي بغيت كذا كذا كذا، نقول لك ان شاء الله يا راه والله الا جديتيها غيب يا ان شاء الله، ويا راه الله راه ما عمرها تيبغي يضيعك، راه الله الا شافك كتقاتل 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 راه ما يضيعكش، راه الله راه عادي. الله هو العبد الملحاح، الانسان اللي كيلح على القضيه راه كيوصل ليها. راه ما يضيعكش، اش تجي تقول لك راه انا راه نخدم وما نوصلش، لا تخدم كون متاكد اخويا الا خدمتي غتوصل، والله راه ما تيضيعش، غير خاص انت تكون لصقه شويه، ما تجيش تخدم مره واحده ولا تطلب الحاجه مره واحده تبقى لاصق عليها، تبقى دير عليها الفولوآب اليوم غدا بعدو بعد بعدو بعد بعدو، استمر واحد المده ودونك تولي كشويه بقيتي في الخدمه كيبدا يبان لك الفرق، كتبدا كتحسن على جميع المستويات ديال حياتك كيبداو كيتحسن. نعم صح، ربما الان دوينا على باقي شي نقطه تضيفها في هذه القضيه ديال الموتيفيشن والاسبيريشن. انسبيريشن اخي كما قلت غير شي ناس سيميون، تنقول للشباب تابعوا شي ناس سابقين، شي ناس في اي دومين تيعجبوك، المهم هو تكون كترتاح لهم. كاين ناس كيعجبهم بيل جيتس، انا شخصيا ما تيعجبنيش بيل جيتس، ماشي ما تيعجبنيش يعني ما كنحملوش، لا غير ما هكا ما تيجينيش وسيله الموتيفاسيون وسيله التحفيز ما ما كيجينيش مع دماغي، انا تيبان لي انا ما نقدرش ندير مايكروسوفت شي نهار، ما جاياش مع دماغي، يعني كنمشي نشوف شي ناس اللي نقدر ندير بحالهم. هاد خونا بدا من الزيرو كيبيع العقار وجاي من ايران جا حارك، هاد خونا هذا القصه ديالو انسبيراتني، اول حاجه بدا تقرا القصص ديال الناس، فهمتي القصص ديال الناس الناجحين، يعني غادي تكع على واحد، كاين واحد 25 قصه نجاح، واحد الكتاب سميتو 25 قصه نجاح، فيهم جيف بيزوس فيهم ايلون ماسك فيهم كاين واحد الكتاب سميتو 12 قصه نجاح، واحد يقرا قصص النجاح ديال الناس غادي يلقى واحد الناس كي انسبيري ويمشي يقلب عليهم في انستغرام، يقلب عليهم في تويتر، يدير لهم فولو، يبقى يشوفهم، فهمتي؟ وبما ان دوك الناس وصلوا لديك المرتبه الا راه ممكن توصل لها، راه ما كاينش زعما هما عندهم شي حاجه هاربه عليك، راه ما كايناش، راه عندهم نفس العقل اللي عندك ويقدر 90% راه انت عندك عقل احسن منهم. راه احنا في المغرب تربينا ان الانسان تيحقر راسه، الانسان صاحبي في المغرب محقور محقور، فهمتي؟ محقور راه والله اخي مصطفى لواحد الدرجه الى يوميا فهمتي، يوميا نقول لك عندي واحد، كاين بيان سور ناس زوينه بزاف تدخل لي كومونتيرات تلقى الناس زوينه على الجد، وكتلقى واحد الاقليه، هذوك الاقليه مساكين حتى هما تراجع لي كومونتير ديالهم وكنراجع الميساجات ديالهم، تجي تيقول لك مثلا شي زبه، راه ماشي زعما غرضو يسبك، غرضو هو يحقرك، يعني ديك اللعبه ديال انت علاش طلع لفوق خصنا نسلوك، علاش؟ لانه هو محقور خصو يحقر الاخرين، وهاد القضيه دي ما خداماش ليه، هو هي اللي كيديرها، راه خاص تبدل هاد العقليه هادي ديال الحقيه ديال الحقره، راه انا نبغي نتحقر ولكن ما نبغيش نحقر عباد الله، انا يوميا انا نتمنى نبقى يحقرني بنادم ولكن انا ما نمشيش نحقر عباد الله، لان يوم فوا نولي نحقر عباد الله يجي بدا في الماخر، كتلقى عايش بديك العقليه ديال يحقر على بنادم، لانه هو تحقر شحال هادي ما بقاش دابا حتى شي واحد تيحقر، ولكن باقي اي واحد بغى يطلع كيبغي يحقر، غادي تنحيد هاد العقليه هادي تشوف واحد الناس واصلين، راه ما حتى واحد ما غادي يحكرك، غادي تمشي تخدم ولا تلاقيتي مع اللي يحكرك ما تسوقش ليه، كما كنتلاقى انا يوميا مع ناس، يوميا افري فاكين داي ولا شهر يطلع لنا شي واحد تلقاه داير فيديو عليا، تلقاه داير كذا، تلقاه تينتقد مثلا شي حاجه مقادتينا حنايا، عادي ما كتبدل حتى حاجه، المشكل عنده هو، المشكله ما عنديش انا، لحقاش هو اللي دوى، انا ما دويش، لحقاش اللي عنده المشكل هو اللي كيدوي. انا ندوش، يعني غادي تشوف داك خونا اللي واصل ما تكون غادي في الطريق عنده، غادي بيان سور غادي تكريتيكا، بيان سور حتى غادي كما كنتي كتحقر عباد الله شحال هادي وحيدتي ديك القضيه، غادي تلقى شي واحد غادي يبغي يحقرك، كمل الطريق وحاول انت، راه ما يمكنش توصل جان لوكا فاتشي في عام، دابا حتى هذه قضيه اخرى خاص يفهموها الشباب، لحقاش كلشي حاليا ولا بغى كلشي بالسربه،
بحال يدخل شي ماكله للميكرووند يخدم الميكرووند تسخن بالسربه جوج دقائق يجبدها. يلا الا بغيتي توصل واحد جيان لوكا فاتشي توصل في النيفو ديالو خصك واحد 20 عام الخدمه. هو براسو قال باللي 10 سنين 10 سنين كان صد على راسو خدام 10 سنين ما شافش الحياه 10 سنين كان هو قال هكا كلب كلب خدام مزيان انا كنحتارمو. سميت خونا الايراني ماني خوسبين خونا ماني خوسبين خدم واحد الكدا و20 عام عاد وصل داك النيفو. يعني راه حتى انت راه الا خدمتي دابا واحد الكدا و20 عام وتانسبيريتي من داك السيد قسما بالله تتوصلو توصل احسن منه. ولكن واش غير مستعد تقاتل ديك الكدا و20 عام مستعد تقاتل واحد 10 سنين مستعد تقاتل واحد 14 عام؟ راه ما كايناش ديك القضيه ديال انا عام بغيت تبدل حياتي. راه ما يمكنش عام تبدل حياتك من الصفر وعام تبدل حياتك. ممكن عام تكون غير فهمتي تعلمتي شي حاجه جديده بديتي كنت... بديتي كتكون افكار بديتي كتربط ما بين الافكار بديتي كتكون فكره ديال الايكوميرس هكا كذا اجي ندخل انا ندير هذه القضيه هذه كاضافه ندير تكون بديتي. ولكن راه ما يمكنش تغير حياتك في عام على حقيقه. راه الا بغيتي تولي مهندس خاصك 5 سنين وماشي 5 سنين لا خاصك من التحضيري حتى المهندس يعني حسبت لك من الباك. ولا بغيتي تولي دكتور خاصك 7 سنين ولكن من التحضيري. وعلاش انت ضيعتي حياتك من التحضيري حتى البكالوريا وحتى باش تولي طبيب؟ شو شحال ديال الوقت شحال ديال الوقت عطيتي؟ وملي كنجيو كندوي على حياتك تبدلها دير شي حاجه كبيره في حياتك وتخدم وتصوفي كتبغي ديرها بسهوله يعني وريوني شي حاجه شهر نصوفي. ما يمكنش راه ما كرهتيهاش انا لراسي ما كرهتيهاش انا لراسي بعدا صوفي للعالم ما كرهتيهاش نعطيها شحال من واحد في العائله عندي شحال من واحد في العائله عندي ما كرهتش نعطيها فهمتي ما كرهتش خويا انا عندي خويا عندي خويا صغير هو باجي من الصيرو باجي من الصيرو كيتقاتل قسما بالله الا راس ماله ديال 500 دولار اللي جمعوا لراسو تيجي تيقول لي شحال هادي شحال هادي تيجي تيقول لي انا راني خوسي مولاي خصك تعاونني كنقول له لا ما عندي باش نعاونك لان لا عطيتهم ليك غتمشي تضيعهم واخا هكاك الا مشاو ليك ورجعتي للصيرو ما تعرفش الديماري عاوتاني. انا اهم حقبه بغيتك تعلم في حياتك اللي هي تعلمت هي الديماري من الصيرو على حقيقه. انا ديماريت من الصيرو وطحت وديماريت من الصيرو المره الثانيه وطحت وديماريت شحال من مره وطحت للصيرو. وملي ديماريت ولا جاب الله واحد النهار طحت للصيرو اتس ايزي على حقيقه بالعقليه اللي عندك اتس ايزي الديماري هادشي اللي كنبغي نتعلم. اما راه في تيا نشدو نقول لها اجي جا هاك دير الايكوميرس هاك 100 بركه هاك هكذا ولكن الا غبت انا من حياته ما يدير والو ولا مشى حتى رجع للصيرو ما يجي يدير والو. واهم حاجه تعلمها هي الديماري من الصيرو. هذا خويا يعني هذا خويا ولد با وامي ساكن في نفس الدار مع الوالد والوالده باجي من الصيرو لدرجه واحد النهار قال لي والله حتى اجي نقول للدراري صحابك راه السيمو ما بغاش يعاونني. قلت له شكون هو معامل باغي تقعد نجيبو لك؟ قال لي الدراري معامل كطريح نقول لهم هذا ما بغاش يعاون حتى اخوه. كيقول لي شكون يقول لي شكون انا كاع قلتها في اللايف قلت له قول لي شكون واش بغيتي الشقر ولا حكيم ولا مروان ولا شكون نجمعهم لك كاملين نجيبهم لك للصالون نتعاود لهم هذه القصه هذه. على حقيقه الشقر خلى خويا يبدا من الصيرو الدراري صحابنا كلشي مخلي خويا يبدا من انا ولد جدي نخليه يبدا من الصيرو لان اللي تيتعلم يبدا من الصيرو غادي يمشي مزيان. مابقاش تقول بزاف عاوتاني حاجه اخرى وسمح لي اخي مصطفى طولنا في النقطه هذه بزاف ديال الشباب بزاف ديال الشباب كيتسنى شي سيده تجمع على برا تعاونو. هذا فكر مغربي الكاوريا كذا لان يوميا كيجيو خويا السيمو حتى حنا بغينا نديماري ولكن ما كاينش اللي يعاوننا. كيفاش ما كاينش اللي يعاونك؟ حتى حنا راه ما كاينش اللي يعاوننا. راه ماشي جا شي واحد من الفضاء عاوننا ومشى. راه ما كاينش اللي يجي يعاونك راه كاين انت اللي تعاون راسك. راه انت خطر من 1000 واحد يجي يعاونك. راه انت راه واخا يجيو يبغيو يعاونوك الا ما بغيتيش انت ما تجيش ديماري السفينه. ولكن نهار تبغي انت ودي تسد على راسك واحد البيت ودي تجلس تفكر وتهندس وتبدا هاكا تربط النقاط غادي يبان لك 70000 حاجه ممكن ديرها. ولكن الشباب راه ما تيسدوش على راسو. راه علاش نقول لواحد خاصو يسد على راسو يبعد شويه على ذاك المحيط يبدا زيرو يشد واحد الورقه وواحد ستيلو ويهندس مزيان. تيقول لك ما عنديش راس المال. راس المال ممكن تدبرو راه ماشي خاص شي حاجه على حقيقه. انت قبل سدو معايا اخي مصطفى انا قلت لك شوف راه عندك العلاقات باش غادي تبدا البيزنس كيف ما بغيتي. عندك يجي حياه عراقي عندك كذا عندك واحد العلاقات ممكن تماري منهم طوب فهمتي. يعني الا بغيتي في حاله بغيتي الايكوميرس بقى انت ما عندكش هذا الميول هذا سمو ديال الاعلام. في حاله قلت لك بغيتي تبدا الايكوميرس سهل عندك هادشي اللي كنبغي الناس. يعني راه شتي الا شتي المحيط ديالك راه 70000 واحد جاركم كذا تيدير شي تجاره. يعني تيدير شي تجاره كيبيع شي برودوي وهذاك البرودوي راه ممكن تبيعوه في الانترنت ممكن تلاقي غير النقاط هادي مع هادي مع هادي وغادي تطلع من الصيرف باش ديماري. المهم شوف
هي هادشي اللي كنبغي نتعلموا الدراري. اون فوا غادي تولي اونتربرونور غادي تولي تطلع الفلوس غادي تطلعوا تطلعوا. لحقاش في الصغر كنا كنبغوا فلوس لابيسين كنهزوا القراعي ديال القراعي هذوك القراعي ديال كوكا وداك الشيء كنهزوا بيع خبز كارم بيع كذا. المهم ما كاينش عندك شي حاجه ديال راه ما كاينش لان الوالد ما عمره ما غادي يصوفك يتجن فهمتي يعني انت فاقد الامل يعني غادي يعطيك تمشي لابيسين مره في السيمانه وانت الطموح ديالك انك تمشي لابيسين ديال 5 دراهم لابيسين ديال 5 دراهم مسبح البلدي في مراكش. الاخوان ديال مراكش تحيه لكم مسبح البلدي الدوديات سيدي يوسف بن علي واحد المسبح حسن سميو سريدينا حدانا في مراكش. المهم هادو مسابح ديال ولاد الشعب ياك انت الطموح ديالك انت الطموح ديالك انك تمشي للمسبح كل نهار والواليد ديالك ما عادش يصوفك الا صوفك مراكش السيمانه خاص تفوس ليه حتى هو راسو دونك كتولي كتهنس. هادشي اللي كنبغي انا الشباب يعني شوف كما كنتي كتهنس تجيب 5 دراهم راه نفس الهندسه ديال التيره غادي تولي تجيب بها 5000 درهم. غتولي تفكر واحد الهندسه كبيره ملي غادي تولي تجيب 5000 درهم ما يمكنش دير واحد الهندسه توصلك ل 50000 درهم وانت ما كتجيبش 500 درهم. حتى تجيب 500 درهم ديك الساعه فكر في 5000 درهم وملي وصل واحد 5000 درهم غادي تهنس غادي يبان لك كيفاش تربط النقاط بديك ال 5000 درهم اللي عندك غادي يبان لك كيفاش غادي تربط النقاط وتجي توصلها ل 50000 درهم. وملي غادي يوصل لواحد ال 50000 درهم ممكن يفكر كيفاش يربط النقاط ويهندس يوصلها مع الاخر العام لواحد 500000 درهم. صح المليون دولار طريح المليون دولار اللي كيسمعه مليون دولار ما يمكنش منه حتى تولي مليون تولي تجيب مليون دولار. انا خير اللي قلت ربما لخص الكل لخص ديك طريق المليون دولار ها كيفاش كتكون كتكون بهكذا وكذا 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 وبالتالي ماشي غدا تفيق الصباح من هنا للفان ديال 2021 بغيت مليون دولار. لا والو والو لا اخي لا 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 المشكله هي تيبقاو يكذبوا على الدراري وهادي هادي المشكله حتى هي فهمتي ديال تولي مليونير كذا. شوف اخي انا كنعرف كاع الدراري اللي ولاو دي مليونير كاين واحد السنوات الخدمه كاين واحد السنوات الخدمه تمايا ولا بد وقول لي شحال عندك وقول لي شحال ديال الاكسبيريونس عندك ماشي الفلوس. على حقيتاش الا بديتي على حقيتاش الا بديتي بواحد ال 100 دولار راه حمد الله ان رديتي جوج المليون من هنا عام واخا تكون كتزيد 30% في الشهر راه مزيانه مخيره وراه ممكن ديرها. واحد باجي ب 100 دولار قال لك اخويا انا عندي 1000 درهم باغي نبدا بها الاي كوميرس ما راه هي راه الا جيتي تشوفها ما حيتها الادز ما حيتها البرودكت. هاد خونا هذا بشويه ديال العلاقات مشى دوا مع خونا اللي عنده البرودوي قال له الله يرحم ليك الوالدين تيجينا الاوردر عاد ندوز نشريه من عندك ونمشي نصيفطو لخونا وما نخلصك حتى نتخلص. المهم بهذيك 1000 درهم عرف يساير الوقت وكاين كاين انا كنعرف واحد ولد كازا بدا لي كوميرس ب 300 درهم دابا عنده شركه عنده شركه ما نقدرش نقول سميتها عنده شركه داك الصندوق سي دي جي في المغرب شاري من عنده 15% من الشركه ديالو ب 300 مليون 3 ديال المليون درهم. هذا عامين هادي بدا لي كوميرس ب 300 درهم ولد كازا كان كيمشي يشري من درب عمر ما تيشريش ما كيخلصش هيدر مشى دوا مع الناس تما قال لهم شوف الله يرحم لكم الوالدين ناخذ سلعه لخرط النهار ها الضمانه هي لاكارت ناسيونال ديالي وداك الشيء لخرط النهار نجيب لكم السلعه الا ما خداهاش خونا خداها من عندي وخلصني نجيب لك الفلوس ديال وبدا خدام بدا خدام خونا ديال 1000 درهم رجعوا خونا ديال 1000 درهم خونا ديال 1000 درهم ممكن يبدا كراه اخويا المليون دولار راه ما كاينش ينسى خاص تحط واحد الاهداف فهمتي وتحط واحد التاكتيك منطقي واحد التاكتيك هكا كيبان بالعين معقول. شنو هو التاكتيك هذا تقول انا عندي 1000 درهم راه الا زدتي ب 30% وخدمت واحد الشهر ولات 1300 درهم تقول لي ممكنه ومزيان ملي ممكنه سجلها 1300 درهم 30% راه مخيره عاوتاني راه الشهر الاخر تلقى عندك واحد 30% زايده راه الشهر اللي بعده 30% زايده يعني ديك ال 1000 درهم ممكن تولي ب 30% ممكن تولي جوج المليون في الاخر العام يعني 20000 درهم ممكن ومزيان يعني 1000 درهم راه ممكن تولي 1000 درهم ممكن تولي 20000 درهم في عام ممكن. انا شفت اكثر من واحد دارها شفت بزاف ديال الشباب مغاربه داروها شفت بزاف ديال الشباب بداو من الصفر وداروها ممكن دار ولكن المليون دولار ب 1000 درهم هادي ما عمر شفتها وما عمرها جيبان ما عمرها جيبان وما عمرها جيبان باش نتفقوا ما عمرها جيبان داك خونا اللي دار من 1000 درهم للمليون هكا في شهور ولا شهر ما كايناش يعني عاوتاني من 20000 درهم يبدا قصه اخرى يقول 20000 درهم غنخدم هذه المره هذه عاوتاني ب 30% ونتقاتل لهذا العام هذا ونخدم معايا شي ناس ونموت شويه باش نردها واحد 500000 درهم جوج المليون تولي 50 مليون في عام
بالخدمه وبلوس ليكسبيريونس العام الاولاني، على حقيتاش الا قلتي لي انا دابا عندي 2 مليون وباغي نردها 50 غنقول لك لا اسمح لي، على حقيتاش النص ديال الخدمه هي ديك ليكسبيريونس اللي استفدتي من العام الاولاني. يعني فرض عليك النص ديال الكيسي باش غتبدا باش غتكمل داك السنه اللي ديال الخدمه، غتوفر عليك النص ديال داك الميزانيه باش باش غتكمل. يعني ودابا عندك 20000 درهم وباغي توصل ل 50000 درهم وديجا خدمتي عام، ديجا عندك العلاقات، ديجا فاهم شحال من حاجه ما فاهمهاش داك خونا اللي هاد الله يجيب ده. يعني ديجا ممكن تدوز من 20000 درهم ل 50 مليون، نضمن لك اخاي ممكن تيرا ودارها شحال من واحد ممكنه. ولكن عاوتاني نرجعوا لنفس القصه، هذا عام ديال الخدمه، المليون دولار راه ما كاينش، ولكن الا مشيتي بهذا التاكتيك هذا ومن بعد الفلوس ملي كيكثر وما يمكنش تزيد 30%، ما يمكنش عاوتاني العام الثالث دير 30%، قول لها تنزلي ل 20% 15%. المهم شوف، واخا تمشي بشويه واخا تمشي بشويه والظروف ضدك، خاصك الاستمراريه. وشكون هما هذو اللي عندهم الاستمراريه؟ قلال، واحد 3% في العالم. غتمشي بشويه راه توصل اخي، توصل في واحد الخمس سنين حتى لسبع سنين. ولكن اخو اللهم نفضل انا نتقاتل الخمس سنين حتى لسبع سنين، نتقاتلها كونتربرونور وما نتقاتلهاش. انا تندوى الاخوان على راسي باش ما نقولش هذه الجمله هذه، انا شخصيا كندوى على راسي، انا نفضل نتقاتل خمس سنين حتى لسبع سنين كونتربرونور، كنتقاتل جيب سلعه بيع سلعه وكنربح فلوس، على نتقاتل خمس سنين سبع سنين باش نولي طبيب، باش في الاخر تشدني الدوله تعطيني 10000 درهم، فهمتي؟ وماشي ما تعطيهمش حتى 10000 درهم كامله، وماشي زعما هاد الهضره هادي اهانه للطبيب، هاد الهضره هادي مع تيبقاو فيا صحابي الاطباء، لان واحد الطبيب قرا سبع سنين باش في الاخر تعطيه 8600 درهم. شحال من طبيب كنعرفو تيقول لك اخاي سيمو والله ما كتحس، ما كتحسش بهذا الشيء اللي تعيشو، قال لك لا بعض المرات الى المريض كيحطوه لك لا وعائلته كيجيو كيسبوك، انت ما مخلصش مزيان وما عايشش مزيان وعائلته جايه كتسبك كتقول لك يا الطبيب يا الشفار خدم دير خدمتك، وانت راه عليك الضغط من الصباح خدام وتتسب من الفوق، قال لك لا ما كتكرهش داك المريض ذبحو، قال لك ولكن كتقول لا اله الا الله وحنا مسلمين وكتصبر. يعني صح، والرساله ديالو الرساله باش نمشيو نافونسي شي شويه ان شاء الله. والحمد لله يعني تقالوا في الفقره الاولى بزاف ديال الموتيفيشن، بزاف ديال المعلومات. واحد السؤال كيتراود عند بزاف ديال الناس، شنو الفرق بين التجاره في الواقع والتجاره في الالكتروني من حيث العائد على الاستثمار؟ لان كاين نجاوبك على هذا السؤال، هذا واحد اللقيطه نقولها، الاحترام كامل للاطباء، انا عندي صحابي اطباء كنحتارمهم كليا وكنقدر بالعكس هذه الهضره هذه راه مع الاطباء، لان اخي 8600 درهم راه مصالير ما تلعبها، 10000 درهم مصالير ما تلعبها، 15000 درهم مصالير ما تلعبها، المقارنه لواحد خونا اللي قرا وتقاتل وعليه ذاك الضغط اللي في السبيطار خويا راه تسليم، يعني فهمتي راه باش ما تفهمش هضرتي غلط، يعني راه دوك الناس مساكين كيعانوا. ندوز ندوزو للسؤال، السؤال الثاني هو حاليا ولات واحد الفرصه اللي خاص يستغلوها الشباب هي الكوميرس اونلاين، راه مقارنه بداك الشيء اللي كنستمروا ومع العائد راه كبير، على حقاش شحال هادي راه خاص تمشي دير واحد القهوه، خاص تشري الكراسه وتشري الباش وتقاد قهوه وتقاتل وكذا، وهادشي هادشي عن اكسبيريونس فهمتي، على قداش ما انفيستي في شحال من قهوه سواء هنايا سواء في المغرب، عارف يعني شحال ديال المقاتله، وفي الاخر باش كتلقى الروسيتا فيها واحد 1000 درهم 2000 درهم في النهار، كتلقى راسك خاسر واحد 200 مليون 300 مليون باش في الاخر الروسيتا عاد نقص منها دوك المصاريف، يعني ما تبقى حتى لعبه. يقدر هذيك الشيء اللي ديال 1000 2000 درهم في النهار كيديرها غير واحد خونا ولد اكادير ولد مراكش ولد الرباط ولد طنجه خدامي بوحده كيديرها. هذا هو الفرق ما بين الاي كوميرس، الكوميرس اونلاين والكوميرس في الواقع، يعني كاين واحد البوتونسيال كبير، وبدل شحال هادي ما ممكن تمشي دير شركه ديال الحوايج، بدل ما تمشي دير محل ديال الحوايج وتكري مثلا في موروكو مول، تكري ما عرفتش بشحال، نقولوا حنا تكري في شي بلاصه في السونتر فيل ديال الرباط بواحد 8 المليون واحد 10 المليون في السونتر فيل، دابا ديك 8 المليون 10 المليون الا خسرتيها في الاشهار والادز غادي دير واحد النتائج واعره، يعني بدل ما تصرف وعاد زيد الالتزامات، الالتزام ديال كريم عند واحد خونا بواحد 8 مليون 10 مليون تلتزم معاه بواحد العام. التجاره الالكترونيه ما عندك لا التزامات لا والو، ما عندك حتى شي حاجه، عندك بغيتي فهمتي كاين شي التزامات ما هادشي ملي تكبر، ولكن راه الواحد راه عنده واحد الحريه كبار من البيزنس في الواقع،
عاد زيد عليها البيزنس في الواقع، داكشي طروحات وداكشي ما كيساليش. فهمتي انا ندوي معاك بكل صراحه، الا جيتي تحل غير قهوه راه خصك واحد، خصك ديك الرخصه، خصك رخصه ديال الاطفاء، خصك رخصه ديال هذا، خصك رخصه ديال هذا. والرخص في المغرب انا عارف الرخص في المغرب، فهمتي واحد الموضوع بوحدو اللي اصلا اللي هاد لوطروفون هو ثقيله، البروسيدير ديالو الاجراءات ثقيله ومريضه، ما ندويش على التفاصيل ديال كيفاش مريض. وهاد الشباب اللي طالع، الشباب اللي طالع ما يقدرش يصبر على داكشي اللي كيطرا في دوك الوراق وداكشي اللي داك التجرجر ديال دوك الادارات، لان الجيل اللي طالع باغي السرعه والجيل اللي جالس في الاداره ثقيل، فهمتي يعني اللهم تفادى. يعني الا تحل المشروع في الواقع راه باقي دوك الاجراءات والرخص وكذا وكذا، داكشي ثقيل. والتجاره الالكترونيه راه تحتاج واحد الويرهاوس في شي قنت غابر وسهل تاخذ الرخص وداكشي ديال الستوكاج وسميتو غتخدم عادي. حتى لا غتشري غتولي بلاصه ما تكري، داكشي باش غتكري واحد المحل في واحد البلاصه زوينه غتمشي تشري بواحد الويرهاوس في شي خرجه ديال تشري تكري اكبر ويرهاوس ب 10000 درهم، تكري اكبر حتى ولا شي ويرهاوس كبير ب 10000 درهم، بدل ما يشكري في سونتر فيل ب 8000 درهم ولا 100000 درهم وتلتزم معاه في واحد القليله واحد العامين ديال الكونترا ولا ثلاث سنين، غتصدق كاري واحد الويرهاوس. وشوف ما تحتاجش ويرهاوس في الخرجه، تكري في الاول شي حاجه عاديه ب 2000 عاوتاني باش ما الدراري يقول لكم منين جاتني 10000 درهم، كري ب 800 درهم، كري شي كراج مخبع في شي بلاصه غابره ب 800 درهم، فهمتي يعني الواحد يبدا يصغيور. يعني كاين واحد واخا انت جيتي غابر ما تيشوفك حتى واحد، ولكن خدام اونلاين وكتبيع والناس كتشري وكتمشي السلعه وكتوصل لها. وهذاك البلاصه الغابره ما باينش في السطور كيبان الناس البروداكت وكذا، ذاك الكراج ما شافو حتى واحد. واش ذاك الكراج اللي ما عندوش حتى الزليج ما شافوش حتى واحد. وبليز يقدر من السطور ديالك ومن الطريقه باش مبريزونتي السطور ديالك ونمره التليفون وكي كيتصلوا الناس كاين واحد السيده كتجاوبهم كيتخايلوك انت راه كاين في شي عماره ديال الساج. صح، هذاك البلاصه ديال امازون اللي تحرق مؤخرا في كاليفورنيا. فهمتي هادي تخايلوك الناس راه كاز في شي عماره ديال الساج. هادي الصراحه يكون عندك شي تكنيكال سيبور واعد، شي نمره التليفون في الويب سايت، الناس كيهزو كيتصلوا كيلقاو اللي جاوبهم كيصيفطوا ايميل كاين اللي جاوبهم، راه يتخايلوك كاين في شي عماره ديال الشاج وحتى واحد ما شاف ذاك الكراج اللي ما عندوش حتى السلي. يعني كاين بزاف ديال لي زافونتاج اللي كنتمنى الشباب يستغلوه. صح، نبقاو يعني في هادشي ديال نمشيو للتجاره الالكترونيه، لان درنا خطوه من التجاره في الواقع من المايند سيت للتجاره الالكترونيه. ربما الناس اللي بداو بزاف ديال اللي كيوقع للناس اللي بداو كيقول لي متى نسكيلي، انا بديت في البيزنس ديالي خدمت بوحدي كنكونفيرمي المبيع بوحدي، نقدر نوصل مثلا بديت غير فواحد المدينه نقدر نوصل انا بوحدي ندير كلشي، شنو اللحظه اللي في نظرك انت نقول لك واحد القضيه، نقول لك واحد القضيه، هذا خونا اللي كيدير كل شيء بوحدو هذا ماشي اونتربرونور وما حتى حاجه، هذا واحد خونا موظف غير هو خدام عند راسو، حتى هو موظف غير هو ما عندوش المدير هو المدير ديال راسو، يعني هذا ما عمر كانت الخدمه كتكون كنقول خدام بوحدك راه تمرض واحد النهار خاص داك المشروع يوقف، بوحدك راه واحد النهار ما تكون عيان من دوك الخدمه ما تمشيش، وما عمر الخدمه الكبيره كان تيديرها واحد بوحدو. فهمتي يعني راه اي خدمه كبيره ولا الا بغيتي شي حاجه كبيره ولا بد خاصك تدخل معاك الناس. اوكي تدير بوحدك شنو كدير؟ كتجيب الاوردرات كدير فيسبوك اد كتمشي تتصل بهم تتكونفيرمي الاوردرز وكتمشي توصل الامانه ومن وراها كتجيب الروتور وكتعمر الاوراق وكدير كل شيء. هذا الشيء راه كيجيب واحد هذا الشيء عطى الله ولاد الشعب لا يخدموا معك، فهمتي يعني انت شنو باش في الاخر شحال هادي هادو هما الاسئله هادو هما اللي تيديروا الفرق، لا تيقول لك الشخص خاص يطرح غير اسئله. هاد الشيء ما عمرها تتوصل به لشي مبالغ كبيره، على حقيقه انت بوحدك في الاخر عندك واحد الليميت دير واحد العدد الاوردر في النهار اللي تقدر تتصل بهم، واحد النهار معصب واحد النهار مريض واحد النهار كذا واحد النهار كل نهار سميتو، على حقيقه كدير خدمه كامله الله يحسن العوان. مش كدير خدمه وحده يعني يوميا كتجي كدير راك مرتاح كدير بزاف ديال الخدمه وكتضغط على راسك، ما يمكنش دير كلشي خاصك ديك الخدمه تقسمها. غادي تجي الاول طاش راه شوف الواحد نقول لك السنين فين ضاعت ليا اني كنت كنقول لا ما كاينش اللي يدير هذه الخدمه هذه، وتما فين ضيعت واحد العدد السنوات اللي ما نبغيش حتى شي شاب يضيعو. كلشي كاين اللي يجي يديرو وكاين اللي يجي يديرو احسن منك، الا عطيتيه شويه الوقت وشرحتي ليه
واليوم على غدا على بعدو غادي يولي احسن منك في ديك الخدمه لان هي تولي التخصص ديالو. اش كيديروا الدراري دابا ديال الاي كوميرس؟ كيديروا الفيسبوك اد. كاين 1000 واحد 20000 واحد غادي تجيب. وقسما بالله الا نقول لك الا التكوين اللي كنديروا للناس اللي كتخدم عندنا كدير الفيسبوك اد الا في نهار كيوليو مزيانين الفيسبوك اد. اي واحد ممكن يدير فيسبوك اد ويولي فيه مزيان في نهار واحد. من ورا ما كيجيو الاوردر اللي كيتصلوا بهم اللي كيكونفيرميهم ترينينغ فيه سيمانه. اي شخص كيجي كيريح حدا واحد ديجا خدام سيمانه كيولي مزيان. الو السلام عليكم معايا السي فلان الله يخليك معاك كذا كذا طلبتي كذا هذاك السكريبت كامل يعني كيولي تيتقنوا بالاب سيل بالكروس سيل بيقترح عليه منتجات اخرين كيتماشاو مع البرودوي اللي كاع داكشي عندنا واحد لوفر ديال خديتي جوج ثلاث فابور خديتي ثلاثه جوج هادشي كامل تيتعلم له شخص جديد في سيمانه. من وراء عاوتاني شكون اللي غادي يبقى يشد دوك الاوردرات كاملين يمشي يوصلهم مثلا الشركه ديال الشحن لان في الاول انت تكون كتمشي عند شركه الشحن ماشي هي كتجي عندنا. يعني هاد الخدمه هادي تقدر تجيب اي خونة تعطيها ليه ما كتحتاج لا كفاءه ولا مهنيه ولا ديبلوم ولا حتى حاجه. هادشي كامل اللي كنقولوا دابا راه ما محتاج حتى شي حاجه. يعني غادي تجيب واحد السيد وعطى الله الناس في المغرب وعطى الله الناس على حقاش. هادشي اللي كيبقى الشخص ملي كيكون نقول لك المشكل اللي كيطرى هو انت ملي كتكون بحال هكا شخص خايب كتظن بان كلشي خايب وكتظن بان كلشي بغى يشفاك. ملي كتكون انت منوي كتظن ان كلشي حتى هو منوي بحالك ورا الناس راه ماشي هكا. لا البيزنس غياخذ لي الفكره غياخذ لي كذا وهذا وهذيك الهضره ما كاينش وهذيك الهضره ما كايناش وكنا يجيو ياخذوا لنا الفكره كون خضاوها شحال هذه راه الناس راه ما باغاش تولي دي زونتربرونور. ماشي كلشي بغى يولي اونتربرونور والناس بغات هي الصالير وتعيش هانيه. راه ماشي السعاده اخي مصطفى. نرجعوا لواحد النقطه عندنا امه ديال الناس وكاين اللي فيهم عايش. انا ما شفتوش في المغرب ولكن شايفو في الطيرون. كاين في الطيرون ناس تيشدوا صالير داك الصالير الحد الادنى ولكن سعداء 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 فهمتي. يعني على قداش السعاده ما عندها حتى علاقه بالفلوس غير الا كان عندك داك الطموح ديال تكبر شركه دير شركه تدخل فلوس تبدل حياتك تبدل المحيط ديالك تبدل. شوف راه التبديله في الاخر راه هي المحيط ديالك وشنو كتبدل على حقاش في الاخر شنو باش كتعاون. انا راه كل ما درتش الفلوس ما غاديش نجي ندير كاع هاد اللايف ولا نفكر نعاون عباد الله ولا نفكر نعاون حتى شي حاجه على حقاش انا ما عنديش. غادي نفكر نتايا في راسي ولكن كتصوبي كتولي كتفكر تعاون عليها. تنقول لهاد الناس هادو اللي بغاو يديروا الفلوس لكن انت اخويا بغيتي دير الفلوس مرحبا. راه الكوميرس فيه ميت وفيه واحد البوتونسييل ديال دير الفلوس غير هو راه السعاده ما عمرها ارتبطت بالفلوس غير نحيدو هاد النقطه هادي. وبالتالي اذا كنتي كتفكر بلي دوك الناس راه غادي يسرقوا لك الفكره ديالك هادوك الناس يقدروا يكونوا مرتاحين اكثر منك. انا كنعرف امه ديال الناس خدامين عندنا مرتاحين من 2016 الى يومنا هذا يوميا ما عمر غيب حتى نهار تيعطي السالير ديالو هاني. الناس راه ما بغاش تحمق راسها راه ماشي كاع الناس بغاو يوليو دي زونتروب. راه كاين راه اللي جينا الهضره كنعرف انا شحال من شاب صاحبي خدام موظف في بنكا خدام في سميتو كل مره كنريح معاه تيقول لي والله ما كرهت نبدا خايسي متناشد لي كوميرس. راهي صديق راهي كيدوي راه بزاف الناس راهي كدوي راه ماشي كلشي غادي يبدا وماشي كلشي غادي يدير وراه ماشي كلشي مستعد يسرق لك الفكره وماشي كلشي مستعد يدخل ديك المعمعه والصداعات وخدم عباد الله والشقيقه وكذا. هو فيلم قليل اللي كيدخل ليه وفيه البوتونسييل فيه واحد البوتونسييل كبير ديال النموذج ديال هذا بحال واحد السيت مثلا كتبان لك انت ولا واحد لابليكاسيون كتبان لك غير ديك لابليكاسيون ولكن شي واحد غير يدي الفكره ديال لابليكاسيون ولكن الكود سورس راه عندك. لا الكود سورس راه عندك. انا نعطيك مثال دابا انا نعطيك يو كان بالكود سورس يو كان. تصور واحد النهار وصلنا لهذ القضيه هذه ديال 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 هاكا جالسين مع السي او وكذا اوبن سورس. قلت لهم دابا انا اي سؤال هذا طرحته قلت لهم دابا الا كنخدم معنا شي ديفلوبر وهز الكود سورس وداه قال لي اصلا ما يمكنش على حقاش حنا باش خدامين باش خدامين. وياتي يقول لي شفتك معاوتي سولتي شي سؤال ثاني. قلت لهم لا على حقاش جاني راسي غبي اصلا ما كانش خاصني نطرح حتى السؤال الاولاني لان راه ماشي الكود سورس هو سميتو. راه هاد الناس هاد القيامه ديال الناس وهاد الصداع وهاد السيرفرات فهمتي السيرفرات طاحوا وما خاصش تبان للناس ان شي سيرفور طاح بالسربه. واحد النايض مع 4 ديال الصباح وصلت واحد النوتيفيكاسيون ديال واحد السيرفور طراك فيه شي حاجه سيرفور غير ديال لي نوتيفيكاسيون ديال الايميل. الناس كاع ما عايقين شنو طاري بالسربه في 12 دقيقه عاود خدم. تتقول شنو غادي يدير هاد خونا هذا بالكود سورس؟ واش عنده هاد خونا اللي غادي ينوض مع 4 الصباح يقاد هاد الاشكاليه؟ واش عنده هاد ما كاينش. راه كاين يعني ها هو سرق الفكره. الفكره راه خصها موظفين خصو واحد خص الاوردر يجي
وخاص الاوردر يتكونفيرما فيستوعب الكول سنتر، وخاص الاوردر يمشي توصل لعباد الله الشركه ديال الشيبينغ، العلاقات مع الشركه الشيبينغ، الروتور مورا ما يرجع كاين واحد الكول سنتر واحد ديبارتمون اخر كيتصل كيعاود يقول ليه علاش ما شديتيش الاوردر، تيقول ليه مثلا داك الليفرو راه قلت ليه كذا كذا كذا، قلت ليه جي عندي هنا ما بغاش، قلت ليه رجع عندي مع ستات العشيه ما بغاش، شنو بالك نصيفط عليك عاوتاني. هادي هادي يعني الفكره ها هي كاينه، ولكن كاين ما كاين كاين داكشي اللي ما كيبانش من ورا الفكره، وتما كاين الخدمه ديال بصح وتما كاين الفلوس. اما الفكره واش الشركه ديالك في سنه ولا 20 سنه ولا 30 سنه ديال الخدمه؟ لا لا والله ما كاين ما كاين خاي مصطفى ما كاينش زعما، هي كلما زادت التجربه كما قلتي كثرات كلما مزيانه، ولكن زعما انا كنقول واحد الشخص فهاد الايكوميرس هذا يبدا بوحدو ويمشي مزيان، يبدا بوحدو عنده واحد الشهر شهر 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 تلقاه غادي مزيان يبدا الخدمه بوحدو. حتى هاد اللقطه دي مهمه، ما يفكرش يسكيلي، ما يفكرش يسكيلي الا ما كانش كيخدم بوحدو. بدا يجيب خمسه الاوردرات سيرتيهم الامانه ارامات شي شركه الشعر خدام معاها سيرتيهم ليها، بدا بوحدك. ولكن من بعد ولا بد خصك تخدم معاك عباد الله، ولا بد خصك تخدم معاك ناس، لحقاش لك تجي كدير 30 اوردر في النهار كيفاش غادي دير ال 100؟ ما يمكنش. شكون هذا اللي يقدر يجيب 100 اوردر ويكونفيرميها ويمشي يوصلها كل نهار كل نهار وما يتقل حتى نهار؟ انا خويا غادي نعيا، ولا بد كاين واحد النهار كتعيا، واحد النهار كتمرض، واحد النهار ما حاملش، ولكن الا عطيتيني طاش وحده هي نجي نكونفيرمي الاوردرز كاين 70 كاين الالاف الموظفين الناس غتخدموا معاك غادي يجيو يديروا ديك الخدمه. وهذا راه هو الفرقه خاي مصطفى ما بين الناس اللي كتشيفري والناس اللي ما كتشيفريش. لحقاش دابا انا تندوي معاك في هذا اللايف هذا شحال من واحد يقدر يكون تيبان لي انايا كنبان لي يجي حيا كنبان لي الى الى الناس اللي متابعيني من شحال هادي كنت كنقول عندنا ندوي على واحد البروجي صغيور، عندنا واحد 26 واحد في الخميسات عندنا في واحد الكول سنتر في الفتره ديال كورونا كنت كنقول 31 ياك، قسما بالله الى اليوم عندنا 40، اليوم عندنا 40 بلا ما نحسب لك دوك التيم ليدرز والماناجرز. يعني ديما كلما فكرنا نزيدوا الخدمه كنزيدوا عدد الموظفين. هنا في تايلاند في الفتره ديال كورونا فتنا بدا غادي كنخدموا عباد الله وكنترينيو بعباد الله جداد وكان انتيغريو ناس جداد فتنا 200 موظف. على حقاش راه اي حاجه كبيره فيها ناس فيها بزاف ديال الناس، راه ما يمكنش تشيفري في امازون، امازون عنده الالاف ديال عشرات الالاف ديال الموظفين. صحيح ربما هذا مهم، هذا الامر مهم خصوصا في التجاره الالكترونيه. شفنا بزاف ديال لي دومين دابا غيصيفطوا الناس غيخرجوا الناس ما الموظفين غيخرجوهم، ولكن بالعكس في الايكوم الناس اللي عندهم بيزنس زيرو في الايكوميرس سواء الكاش اون ديليفري ولا بالكارت ولا بهذه الفتره هذه غيزيدوا بزاف ديال الناس، غيزيدوا بزاف ديال الناس غيخدموا معاهم. الايكوميرس خدم بزاف ديال الناس، من امازون خدم بزاف ديال الناس في الفتره ديال كورونا. الايكوميرس اخاي في هذه الفتره هذه ومتاكد انا حتى مورا كورونا غادي يبقى غادي مزيان الحمد لله. وهو هو شوف هو كان هو الماضي ودابا هو هو الحاضر وباقي هو المستقبل، لان كل شيء غادي يمشي غادي يمشي للاونلاين. حاليا راه شنو الا كنتي عايش معنا في 2020 وكتفكر تمشي تحل شي محل د الحوايج سمح لي نقول لك راك ستوبيد، لان راه فيكتوريا سيكريت راه كتسد الفروع ديالها، راه المحلات كبار كيسدوا الفروع ديالهم، راه وولمارت اللي هو بحال مرجان كيسد الفروع ديالو. انا البارح ماشي نقول السميه، البارح دواو معايا شي ناس في واتساب في المغرب باغا تباع واحد الشركه كبيره اللي حنا كتبان لينا واو اللي هي كتبيع السلعه اللي حتى هما تيديروا سوبر مارشيات منافسين للمرجان ما نقدرش نقول السميه، باغا تباع حتى هما مزيرين وكلشي باغي يسد. انت عاد انت جاي باغي تحل، واش انت 2020 ولا 2021 عاد جاي تتفكر انك تحل محل باش تبيع الحوايج؟ راه فيكتوريا سيكريت وكتسد بحال قلتي، الناس بداو تيجمعوا يمشيو فحالهم. انت الله جاي والمرت اللي هو بحال قلتي مرجان في الامريكان كيسد، غادي كيسد فرع من ورا فرع من ورا فرع كيسد. واش علاش؟ لان قراتو التجاره الالكترونيه. وعاد انت تتفكر انك تحل؟ لا راه دابا العالم تبدل، شحال من حاجه تبدلات. انت اللي بوتيكي كانت من قبل، واش انت غادي بوتيك دابا؟ لا داكشي خاص هادشي اللي خاص الناس يفهموا باللي راه كانت خدامه شحال هادي، هاد الهضره هادي ديال كانت خدامه شحال هادي راه مابقاتش خدامه دابا. والمشكله اللي كان عاتب عليها الشباب في المغرب هي عندهم شحال من المعلومه وكانت خدامه شحال هادي وقديمه وباقيين مساكين متعلقين بها وتيحاولوا يخدموها في 2020، ومن هاد المعلومات هادو بغيت نحرق اسبانيا
راه تحرق ما دير والو، بغيت نحرق لفرنسا. هادشي كان كان انا كان عمي فهمتي، عمي وشي شي جد الوالده فهمتي، هادو حرقوا في يامات يامات، كانت فرنسا، وكانت اصلا ما كانش الحريق، كانوا مشاو عادي، ما كانش لا باسبور لا والو، كانوا مشاو ما كان لا حرق لا والو. هادو طفره، واحد العم عندي حتى هو مشى لفرنسا بلا باسبور، وخدم تما معلم، وجا دابا حتى هو مليونير في المغرب وعايش بخير. هادو هما اللي كيرجع دابا مثلا، بحال دابا شي واحد تيشوفهم تيقول لي فلان راه مشى لفرنسا ودار. حاليا تمشي لفرنسا ما تدير حتى لعبه، ومع كامل الاحترام ما توليش انت مليونير بحال ديك الجينيراسيون ديال الريافه وديال العم ديالي وكذا اللي مشاو. هادو معلومات قدام، معلومات ديال شحال هادي. كنتمنى من الشباب يولي رد البال، ما تشوفش شحال هادي، ما تشوفش الماضي وتحاول تعكسو للمستقبل. ما عمر الماضي كان هو المستقبل، ولكن شوف الماضي تعلم منه، وشوف الحاضر، وشوف الترند فين غادي. الترند فين غادي، وحاول تركب مع الترند. ترند فين غادي؟ غادي في التجاره الالكترونيه مزيان، ترند غادي في شي حاجه اخرى مزيان، ترند غادي في اليوتيوب مزيان. المهم شوف الترند غادي فين غادي، وحاول الواحد يركب مع الترند، ما تمشيش عكس الترند. الترند شنو كيقول؟ باللي كاع اللي حرقوا مؤخرا ما تفروش، علاش انت تمشي تحرق؟ وبالترند الله يسلمك. سيمو بقات واحد 20 سكوند نحبسو، يمكن هذا اللايف نديرو ليه السيف ونفتحو لايف اخر. اوكي نزيد واحد